أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العنبي. حياك الله دكتور مجيد. أهلا وسهلا بك دكتور. أطلقت أكثر من تحذير تحذر فيه دول المجلس التعاون الخليجي تحديدا من خطر العمالة الأجنبية على المنطقة. يبدو أنه التحذير من العمالة الأجنبية هو الأجندة الأولى لوزراء العمل في دول مجلس التعاون، إلى هذا الحد يبدو الموضوع خطيرا في تقديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هذا ليس البند الأول على أجندة وزراء العمل، هذا من البنود اللي تقلقهم وتؤرقهم مع أنهم ليسوا مسؤولين عنه بالدرجة الأولى. البنود الأهم هي قضايا البطالة وتنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة، لكن لا شك أن هذا الملف هو ملف خطير جدا، وهو يتعلق باحتمال فقدان الهوية الثقافية وفقدان التركيبة السكانية لوضعها الحالي، وله تأثيرات كثيرة يعني على الموارد وعلى حتى مستقبل المنطقة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يعني وجود العمالة، كثافة وجود العمالة ممكن أن يؤثر مثلا على هوية المواطن الخليجي. الخوف هو أن هذه العمالة تستوطن، لأن الكثير منها، الآلاف منكم يكون الملايين منها ليس لهم نية الرجوع، هم جاءوا واستوطنوا وأولادهم في المدارس، وكثير منهم باقي عشرات السنين. الملف هذا ممكن يستخدم ضد المنطقة من قبل أي جهة، لو أرادت أن تضغط على المنطقة سواء كانت جهة أوروبية أمريكية أو هندية فيما يخص توطين هؤلاء وتجنيسهم. والاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة صريحة في أنه بعد مضي 5 سنوات يعتبر هذا المهاجر له حقوق مدنية وحقوق سياسية لو أرادها، لو طالب بها. ولذلك لما ننظر على صعيد العمالة، لأن الملف الآن ناقشناه عدة مرات في عدة مواقع، وكنت قبل مدة في عمان وناقشنا هذا الموضوع مع وزراء العمل الخليجيين، أن تاريخيا إذا تنظر إلى مناطق كثيرة، الكاريبي أو المالديف أو حتى سنغافورة والدول اللي استوطنها مهاجرون وبقوا، انتهت هويتها السابقة، الآن عندها هوية جديدة. احنا اليوم لو كان مثلا العمالة الأجنبية هي نسبتها 10-15% وتتكلم العربية وتدين بالإسلام ولها نفس الثقافة، ما يخوف كثير. يعني انت اليوم بلد مثل بريطانيا يتوقعون مثلا بعد 20 سنة أن يصل سكانهم إلى 70 مليون، ويتوقعون في ورقة بيضاء وزعت قبل سنتين أن الأجانب سيصلون 10%. يعني فقامت قائمتهم ووزعوا على وزرائهم كيف نمنع النسبة أن تصل 10%. أنت تتكلم عن بعض المناطق بدول الخليج، مثلا الأجانب يجب أن يكونوا مسلمين أو عربا فقط؟ لا، حتى ما تغير الهوية. لا لا، أنا ما قاعد أقول هذا. أنا قاعد أقول أن لو كانت النسبة قليلة وهذه العمالة مندمجة ثقافية مع المنطقة، ما يمكن أنت يعني اليوم أنت إذا تبغى جنسية فرنسية تجلس امتحان، تعرف عن تاريخ فرنسي والثقافة الفرنسية والشخصيات المهمة في فرنسا، وتعرف اللغة الفرنسية. أنت عندك ماسف جاتو، عندك كتلة بشرية هائلة في بعض المناطق مثل الإمارات وقطر وحتى والكويت والآن البحرين، يزيدون عن عدد سكان الأصليين ولا يتكلمون لغتهم ولا يشاركونهم في الثقافة ولا في أي شيء آخر. هؤلاء إذا استوطنوا بلا شك الهوية تتغير. لذلك أنتم طرحتم في أنت طرحت شخصيا في أكثر من محفل أنه يجب أن يكون هناك حد أعلى لبقاء الأجنبي. نعم. تحدثت أنه بعض رجال الأعمال رفضوا مشروع 3+3. نعم.
وأفسدوا هذا المشروع. نعم. وش فكرة اللي تطرحها؟ اللي أطرحها تطالب أنه فعلا يتم تطبيق النظام الأمريكي. نعم. ثلاثة زائد. نعم. ثلاثة. النظام الأمريكي هو أن يعطونك رخصة 3 سنوات يجدد 3 سنوات، إذا ما حصلت الجرين كارد تطلع. إحنا اللي اقترحنا أن يوضع حد أعلى إلى 5 سنوات لبقاء العامل الأجنبي في نفس البلد، وقلنا أن هذا أولا لا ينطبق على الأخوة العرب، لهم نسبة قليلة جدا، ولا ينطبق على المتخصصين، يعني بمعنى العمالة الحرفية يعني.